فادي قاسم اليوم دي او بي بدعاية سوليتا بي، خبرنا شوي كيف عم تشتغل على الإضاءة بهذا الدعاية. بالمبدأ الكونسبت مثل ما خبركم جاد عم نشتغل على كونسبت كتير ريال لبناني، بالمبدأ كإيماج كسينماتوغرافي أكتر رايحين بجو كمان ريال، عم نفتش على الناتشرال لايت، عم نفتش على نفس الوقت على الجران بالفيلم مشان هيك عم نصور سينما، عم نفتش على جران سينما مش جران اتش دي، دونك رايحين على شوي لوك إذا بدك فينا نقول كأنه كور متراج، يعني حتى بالديكوباج حتى بالكادراج فيها الستابيليتي بالبلانيت، بنفس الوقت عم نشتغل مع كاست كتير حقيقي، عم نشتغل مع كاست كتير لبناني حقيقي. بالمبدأ كستيل ككونسبت إيماج رايحين أكتر مثل ما بقول كونسبت إنه هن بعز الصيفية عم بجربوا يفرشوا سجاد، دونك هون الأمور بقى مشان هيك بالإيماج رايح ماكسيموم صيفية، رايح ماكسيموم إذا بديك وورم مش بالتمبرتشر، أكتر بالوورم بالسورس دو لومير وبالارت دايركشن وبنفس الوقت بالميك اب. خليل لك شو ناطر بقى؟ قولي بارك علينا شوي نشوف هالبلوه هيدي. يا الله مشيت شايفنا كلنا؟ الصغار كلهم مبينين؟ شايفكم كلكم من كبير كل لصغير. اوعى تعمل فيي مثل السنه الماضيه تقوم تصورني على بغته. ما حنسكت هلا. الله جمد ايدك مزبوط يلا زبطيت. صار عندك خبرة بتصوير الدعاية؟ ايه اكيد اكيد. عم بيطلبوك؟ ايه نعم. هلا شو بدك تعملي؟ شو السنة اللي عندك يا؟ هلا اتني بدي فوت انشر حريم جوز جوا. مش عم بيساعدني بالسجادات. بدي افرش السجاد وما عم بخليه. شوب. شوب. ايه بس منظر السجاد احلى من البلاط. شو رأيك؟ معك حق. خصوصا سجادات سوليتا بي. يا خلي. شان عم اقول السجاد بلا ربنيون. يا لطيفة الدنيا صيف. شو اخوتي اشتقت لهم خلي، زهقت البلاط بدي افرشهم. بطل يعجب البلاط. ليش من شو بيشكي لطيفة البلاط؟ لطيفة يا لطيفة. نفتلين وريحة النفتلين على القليلة. انطري لتشرين. خليل على الهدى هاي الكوريدور. أساسا من الولايات المتحدة، عمرها 143 سنة، سنة 1971 صارت ضمن نسلة وبعدها لليوم واحدة من العلامات التجارية القيادية بالعالم بمجال صناعة المواد الغذائية. لبس هي العلامة التجارية الرائدة بين كل ماركات العصير اللي بيجوا بأنان إزاز أو كرتون، وأكيد ما فينا ننسى الكاتشب، المعلبات والخضرة بأسواق الشرق الأوسط. بحلقتنا اليوم مرتكزين على إعلانات العصير، وأول إعلان للبس نحن لقينا أنه يمكن بيشبه شوي مشهد من فيلم توب كان. خليك طبيعي. أربع إعلانات كلهم نفس الغنية، تما حرقسكن أكتر حتى نشوف إذا رح فيكن تغنوا معنا. طبيعي. موسيقى
خليك طبيعي. اللي اكيد انه مش بس بالاعلانات الاجنبيه بيستعينوا بشخصيات معروفه، بلبنان كمان مشاهير كانوا ابطال لاعلاناتنا. هالشخصيتين كلنا منحبهم، حملوا اسم لبنان ورفعوه بالعالي، ونحن بعدنا لليوم منشوف حالنا فيهم. يمكن لو بوقتها قالوا لي انه شرب اللبس ولعب الباسكتبول بيعطي جسم رياضي، اكيد كنت شربت اكثر لبس. ليك لي قريب نرتاح. اوكي يا مشنتف، شو عم تشرب؟ شو منك عارف انه الهرم يلي معه ما فيه ولا نقطة عصير؟ شوف كله مي وتلوين وسكر. هلا صار في هرم لبس، الهرم الوحيد يلي فيه عصير مش مثل غيره. شوف النشاط طبيعي. عالطبيعي بتفهم لبس، خليك طبيعي. هرم لبيس أكيد أنا مثل الحديد. لبس خليك طبيعي. مع إليم شنتف ووليد دمياطي منوصل لختام حلقتنا لليوم. ما تنسوا ترسلونا espacepub@otv.com.lb أو حتى فيكم تبعتونا مسج على الفيسبوك espacepub on OTV. باي.